صباح الخير عليكم، صبحنا وأصبح الملك لله. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وانتم تشوفوا الفيديو تاعنا تاع اليوم. اليوم الويكاند، وكما على بالكم الويكاند هنا في الماريكان ما كاش واحد يقعد في الدار، كامل الناس يخرجوا، اللي يدير سبور، اللي يدير بيكنيك برا، اللي كل واحد واش يدير. حابين نخرجوا الصباح نروحو نديرو شوايه، راح نديكم معايا تشوفو في الغابه. بصح قبل هذا الشيء اروحو تشوفو راجلي توسخت له الطوموبيل، وحاب وشرا واحد الجهاز ولا ما على باليش واش سمو. مرحبا، باه يخدمها. قولهم صباح الخير. صباح الخير. قول الياس صباح الخير. صباح الخير. ما غسلتش وجهك؟ ها هو، شوفوا هذه الدريل. استنى قبل فقبل تشوفوا الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، ديروا سبسكرايب وفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. قلت لكم هذه ها هي الدريل، هذه اللي يقعر بها الحيط يدير مسمار ولا. شوفوا واش شرا لها، هذه تاعو تاع يخدم بها الكاميرات. شرا هادو، استنى نشوفهم، سمحوا لي راه صوتي هذا ونضنا. شوفوا شرا هذه شيتا، نحطها هنايا في الدريل هكذا. براش اي بلونغلي، انا نهضر مع لي زالجيريان. هذه شرا هذه ثاني، هما كومونداهم مع بعض ويديرهم هنا. وشرا واحد المحلول، وين هو المحلول؟ في الدار. المهم حط المحلول هذاك هنا وحط له الماء، زاد له الماء. يلا ارواحوا تشوفوا الطوموبيل كيفاش راها مدايره. ضحكوا على روحكم. شوفوا واش داروا اياد والياس، يشربوا الحليب، يشربوا الماء. شوفوا شوفوا كيفاش داروا لها وهي باج. شوفوا نادبين لها، ما خلاوش بلاصه فيها نظيفه. شوف نديوها نقيوها، بصح لهادو ما تقدرش تديها تغسلها. راجلي قال لي علاش نروح نغسل، نغسلها وحدي، نشري هكذا ما تسقاملوش. لوسونسيال هنا كلش كاين. شوفوا كيفاش موسخه، من بعد تشوفوا الفرق بيناتهم. هاي حبيبي، زيدوا روحوا شوفوا الجهه هذه، دي الجهه تاع راجلي ما شكيتش تكون موسخه، ما نعرف. هذه شويه ها، شوفوا هنايا شوفوا قبل وبعد. شوف شوفوا قبل يبدا ينقي بهذا هو ينقي قبل الاوساخ اللي مطيشوهم. رجلي خطيه تنظيف. هات هات انا نديرها. يعاير فيا على الشيت. انا موالفه، انا موالفه الطوموبيلي والله بها نقيها وتخرج هايله. تخرج هايله هايله هايله. شوفوا ها دقيقة ترجع جديدة. على خاطر موالفين يحطوا رجليهم هنا على بها موسخة هكذا. شوفوا يبخ في هذاك البروديو، دوك نشوفوا تراش لي في كاسيتي تاعو. هزتنا. you
صح هنايا في الكوع هذا الشيكولا هذا الشيكولا ايه هات انا نغش لك انت وحاكم باليسرى هات هات انا نغش السنة اللي كانت أكثر حاجة موسخة نزيد لك ل... شوين قوم كل أنواع الحلوى نقيسها في الطوموبيل طيلة شوفوا شوفوا الأكل حقيقي خالص هاك هاك ما قدرتش نصور لكم كامل الشيء اللي كان يخدم فيها راجلي بويسك طول بزاف وكنت راح نطول لكم بزاف الفيديو فأنا استغلت الفرصة ودخلت للدار كملت شغالي تاع الدار وبريباريت الخرجه اللي رانا خرجناها درك وجدت حوايج خفاف ماشي حاجه كبيره ليسونسييل شوفوا ان شاء الله تكون عجبكم الفيديو خليت لكم النتيجه النهائيه حتى نشح الطوموبيل باش كي نرجع العشيه باذن الله نصورها لكم ناشفه تبان مليح النتيجه فاذا كنتوا اول مره تشوفوا هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لايك اشتركوا في القناة إذا كنتم ماشي مشتركين وفعلوا الجرس ديما باش يلحقكم كل جديد وما تنساوش حطوا لي كومنتار قولوا لي واش رايكم في النتيجة إن شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم شوفوا معايا شوية الطبيعة هنايا وكي نوصل تما نوري لكم واش درنا وكيفاش فوتنا النهار هيا تابعوا معايا الفيديو
وصلنا هاي البلاصة. اياد هاي شوفوا شحال شابة البلاصة. هذه هي البحيرة اللي ديما ندير لكم فيها لي فيديو، بصح كنا ديما نهبطوا لتحت، مي دوكا رايحين نشوي ونحطوا هنا نتغداو. شوفوا هنا درت انا الخيمة. ها هي هم اياد والياس لداخل، وراجلي راه هنا يشعل في النار. شوفوا الدنيا، واو بلاصة مريحة. تحس براحة نفسية كي تجي لهنا. اياد والياس من الداخل وانا دوك ننفخ هذا. شوفوا بعد ما نفخته كيفاش ولا، شوفوا مريح على بالكم فرقاد هايل. شوف نروح ندير لكم جوله في خيمتنا. افتح الباب. دوك اياد والياس ما يخرجوش منها. ويلكم. شوفوها ثاني مريح هايل. ها هي الخيمه صغيره ماشي كبيره، غير درت على الجاج داويته خليته بات ودق نشويوه. ماشي العشاء، الغدا ومازال ما طابش. هاي اخي راهم في الخيمة يفسدوا فيها. شوف شوف تكذب مزيدو يجيو لي يعبدو. جاي لي جاي لي صني نهرب. قف ايه عبدو كون يهجموا علينا. ايه اخي خاص يهضر يقول دوك راح يحل لي هذيك. امشي ما على بالو بيك والله ما هو خايف ياه في الكلاسيير. بعد اخي جو كامل بدلهم بدلهم الخبز. سخير جمال ما عندوش حاسة الشم. هادي امهم ما تخافش دوك زيد جي هنا. امشي امشي بعد عليا. جات العشيرة كاملة. بي كيرفول هاي ديرو سبسكرايب. علاش رانا ديما نخرجوا وديما ما نقعدوش في الدار في الويكاند بوسك الجو شباب، عبالكم هنا الصيف قصير والشتا طويله، تسمى من بعد نعدو ما نقدروش نخرجوا هكذا مادام جو شباب على بيهنا قاعدين نخرجوا. جار يهبل. وهذا هو غدانا. ها هي السلطه اللي درت، حنا نحبوها هكذا. اياد والياس درت لهم دي كاسكروت برك وكازوز. وها هي كيفاش جات. شوف وهذا حمص نكليناه قبل انا وراجلي ما صبرناش من الجوع. هذا السحل النهائي، النتيجه النهائيه. ها هو الخبز. كنت
راكو تسمعوا في الصوت هذا؟ وش هذا صوت الياس؟ ايس كريم. جبت دراهم؟ جبت الدراهم ما على باليش. دق نروح نشوف الصاك. وقيل ما عنديش دراهم. كيف الطوموبيل؟ شفت دراهم في الطوموبيل. دق يجي ايس كريم تراك. راكو تسمعوا فيه. الاولاد كامل يحبوه يجي يدير لا ميوزيك هذه ويبيع لا كريم. انا عندي كبير كوردر. ايه هو ما يبيعش بالكوردر. او ديزيز ها واح نشوفه. ما خلونيش حتى نكمل غدايا. ها هو هاي اياد. شوفوا الولاد كامل جاوا. هاي هلو. وانت خير تشوز وان. ما عدلنا الدنيا وراهم هام اياد والياس. نقيل شويه وما يلعبوا ومن بعد نكمل نصور لكم. هذا وين وصلنا للدار. اي يما هذا وين وصلنا للدار. شوفوا الطوموبيل ها جبتكم تشوفوها. شوفوا هنا منين كانت موسخه. شوف ها اول الكوسانه اخي كديرها هكذا تجي لون وكديرها هكذا تجي لون. شوفوها كيفاش ولات. ها تشعل. شوفوا لتحت وريحتها تاني تهبل. شوفوا هنا لداخل. ها رجعت الطوموبيل جديده. مام هنايا منين كانوا يحطوا رجليهم نظيفه. هذه هي اللي هنا لحقت معكم نهايه الفيديو. انا ندخل يا ربي ندوش اياد والياس. ما تنساوش اذا عجبكم الفيديو ديروا لايك اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. هيا نتلاقاو في الفيديو الجاي باذن الله. مع السلامه.